تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي أمس أوراق اعتماد سفيري جمهورية الدومينيكان وجمهورية باكستان الإسلامية المعينين لدى الدولة. فقد تسلم سموه بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أوراق اعتماد سعادة جوليوس سايمون كاستانوس وين سفير الدومينيكان وسعادة أفضال محمود ميرزا سلطان محمود سفير باكستان اللذين نقلا تحيات زعيمي بلديهما إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وتمنياتهما لسموهما بدوام الصحة والسعادة ولشعبنا مزيدا من التقدم والرخاء. من جانب آخر وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان أدى محمد محمود آل خاجة اليمين القانونية كسفير معين لدى دولة إسرائيل حيث أقسم بالله العظيم أن يكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها وأن يحترم دستور الدولة وقوانينها وأن يضع مصلحتها فوق كل اعتبار ويؤدي أعمال وظيفته بأمانة وإخلاص ويحافظ على أسرارها. نستأذنكم بالبدء بمراسم أداء اليمين القانونية لسعادة سفير الدولة المعين والذي يتشرف بأداء اليمين القانونية أمام سموكم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها وأن أحترم دستور الدولة وقوانينها وأن أضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والإخلاص وأن أحافظ على أسراري. وقد تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسفير الخاجة التوفيق في مهمته والعمل بجد وصدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين دولتنا ودولة إسرائيل بما يحفظ للبلدين والشعبين مصالحهما المشتركة ويعزز ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعبيهما وشعوب المنطقة.